بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم الجلسة الثالثة في أحكام المواريث من حاشية الشيخ إبراهيم البيهبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب لأبي شجاع في فقه السادة الشافعية، كتاب أحكام الفرائض والوصايا. وكنا وقفنا على قوله وأقرب العصبات. الإرث بيتم إما بأهل فروض أو بالعصبة، عشان يرث إما يكون من العصبات أو يكون من أصحاب الفروض. تكلمنا على أصحاب الفروض، هنتكلم اليوم على العصبات. يقول وأقرب العصبات، وفي بعض النسخ العصبة، وأريد بها من ليس له حال تعصيبه سهل مقدر من المجمع على توريثهم. مهم من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم، عشان ندخل الوالد، لأن الوالد من غير العصبة هو بياخد السدس لو كان له أبناء، اللي هو الجد يعني. لكن لو كان الوالد منفرد بيرث بالعصب، ياخد كل المال. وعلشان كده قايل هنا ايه؟ من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر. يبقى الوالد في حالة عصبة ملوش سهم مقدر، لأنه سهم مقدر لما يكون غير منفرد بالإرث. علشان كده قايل الكلمة دي عشان يدخل الوالد. وسبق بيانهم، وإنما اللي هم أصحاب الفروض يعني، وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهما مقدرا في غير التعصيب. يعني هم أصحاب الفروض، لكن لما بينفردوا بيرثوا بالتعصيب إن شاء الله كل التركة. ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن ثم ابن، الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه. يبقى الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم، يعني بالترتيب كده، الابن وبعدين ابن الابن وبعدين الأب وبعدين أبو الأب، وبعدين ناخد الحواشي، الأخ الشقيق اللي هو للأب والأم، ثم الأخ للأب. يعني لو في أخ شقيق يحبب الأخ الأب كويس، لأنه هو الأول، ثم الأخ للأب. ما فيش إخوات لا الأب ولا شقيق، نخش بقى في العصب اللي بعده. ثم ابن الأخ للأب والأم، ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب إلى آخره. وقوله ثم العم على هذا الترتيب، برضو العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بعد كده ما فيش العم، يبقى ابن العم الشقيق ثم ابن العم
غير الشقيق وهكذا بالترتيب. أي فيقدم العم للأبوين ثم للأبي ثم بنو العم كذلك، ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأبي ثم بنوهما كذلك، ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأبي وهكذا. فإذا علمت العصبات من النسب والميت عتيق فالمولى المعتق يرثه بالعصوبة ذكرا كان المعتق أو أنثى. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا عصبة بالولاء فماله لبيت المال، يعني زي بلغة المصريين مقطوع من شجر، يبقى ماله لإيه؟ لبيت المال. هنقرأ بقى كلام الإمام البيجوري على هذا التعليق، يقول: وأقرب العصبات إلى آخره أي من النسب. وأما العصبات من الولاء فستأتي في قوله: فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصبته، والمراد بأقرب العصبات الأحق بالتقديم من جهة العصوبة، سواء كانت أحقيته بقرب الجهة أم بالقرب مع اتحاد الجهة، أم بالقوة عند اتحاد الجهة وتساويهما في القرب. فالمراد بالأقرب ما يشمل الأقوى، والحاصل أنه إذا اختلفت الجهة قدم بالجهة كابن وأب أو أخ وهكذا. وترتيب الجهة البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة، بنبتدي من الصغر الأول البنوة لأن البنوة أضعف، فالأبناء في بنوة موجودة يبقى الأبناء يورثوا خلاص ويحجبوا غيرهم، علشان الابن بيحجب الأب، الابن هيحجب، يعني لو واحد مات وسايب أبناء وسايب أب، الأبناء يحجبوا الأب من إنه ياخد معظم التركة، إنه ياخد السدس بس، واخد بالك؟ أدي نوع من الحجب نقصان. لكن لو الابن مش موجود الأب بعد ما أصحاب الفروض ياخدوا فروضهم ياخد كل التركة كل الباقي، علشان كده الابن هيحجب الأب، سواء ما يحجبوش بالكلية لكن هيحجبوا حجب نقصان، عشان كده بنبتدي بيه. يبقى وترتيب الجهة البنوة الأول ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة بعد كده، ثم بني الأخوة الإخوة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. ونيجي في الإخوة برضو، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب. ونيجي في العم، العم الشقيق يقدم على العم لأب، وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب. نيجي في الأجداد كذلك، واخد بالك؟ نفس الحكاية، يعني أخو الجد الشقيق يقدم على أخو الجد الأب وهكذا. وإذا اتحدت الجهة قدم بالقرب في الدرجة، اتحدت الجهة الاثنين يعني يصلوا للميت من جهة واحدة، الحفيد والابن بيصل الميت عن طريق الولادة، مش كده برضو؟ لكن يقدم الابن قبل ابن الابن، لأن ده يدلو إليه مباشرة والتاني يدلو إليه بالواسطة، كده برضو؟ كالابن وابن الابن وكابن الأخ ولو لأب، وابن ابن الأخ ولو شقيقا، يعني ابن الأخ لأب يقدم على ابن ابن الأخ الشقيق، فهمت؟ لأن ده يعني يصل للميت أسرع من التاني، الوسائط ليه أكتر من ابن ابن الأخ الشقيق، من ابن الأخ لأب مباشرة، واضح؟ فيقدم الأول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة، وإذا استويا قربا قدم بالقوة
يعني استوي في القرب. كلنا اخوات لاب واحد، كويس، بس في اخوات من الاب والام، في اخوات من الاب بس، فيبقى التاني اللي من الاب والام ده اقوى. فهمت ازاي؟ فده يقدم بالقوه. فهمت ازاي؟ يبقى في ساعات يقدم بالقرب اللي هي الطبقات، واحيانا يقدم بالقوه لما بنقدم الشقيق على لاب. قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لأب، وكعم شقيق وعم لأب، فيقدم الأول منهما على الثاني لقوته عنه، فإن الأول أدلى بأصلين والثاني أدلى بأصل واحد، أصلين يعني الأم والأب، والثاني أدلى بأصل واحد يعني الأب فقط. وقد أشار إلى ذلك الجعبري بقول فبالجهة تقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. يبقى احنا بنقدم الأول بالجهة أو بالقوة، مش كده؟ أو بالتقديم أو بالقوة. فبالجهة التقديم ثم بقربه، فالجهة فالقرب وبعدهما التقديم بالقوة اجعلها. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاعتناء بها، ولا يخفى أن الأقرب يحجب الأبعد، لأن أنت ما تفهم قرب العصبات تفهم عن الحجب هنا. ده يحجب ده إزاي؟ لما تفهم قرب العصبات. لكن الأب مع الابن يرث السدس، وإنما حجبه من جهة التعصيب وانتقل بسببه إلى الفرد. يعني وجود الابن حجب الأب من العصوبة، لكن ما حجبوش من الفرد. واخد بالك؟ ياخد بالفرد السدس، ما يزيدش عن كده، لأن الابن هياخد الباقي. واضح؟ يعني لو واحد مات وترك ابن وزوجة وأب، الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ السدس والابن الباقي، كل هياخد الباقي كله. واخد بالك؟ وإنما حجبه من جهة التعصيب وانتقل بسببه إلى الفرد. ولهذا قال بعضهم لا يخفى أن هذا من أنواع الحجب المتقدم، اللي هو الحجب بالنقصان. وفي حجب بالمنع وفي حجب بالنقصان، ده حجب بالنقصان. فكان الأولى ذكرهما، وأجيب بأنه لما كان الحجب من حيث التعصيب فقط ذكره المصنف استقلالا، فالغرض من ذلك بيان الإرث بالتعصيب وإن لزم منه الحجب، وتقديم المصنف للتعصيب على الفرد ربما يشعر بأنه أفضل منه وهو أحد وجهين، والراجح أن الفرد أفضل من التعصيب كما تقدم. لو هو اتكلم الاول على العصبات وبعدين هيتكلم بعد كده على اصحاب الفروض، فهو قدم العصبات الاول. ليه؟ لان في وجه يقول ان العصبات اقوى، لان العصبه هترث، قد ترث كل الميراث الارث، ملهاش فرد اذا انفردت، فهي من هذه الجهه اقوى. وبعدهم قال لا، اصحاب الفروض اقوى، لان العصبات لا ترث الا الباقي، فإن لم يبقى فلا ترث، وبالتالي يبقى أصحاب الفروض أقوى. ففي وجهات نظر، والراجح أن أصحاب الفروض أفضل من التعصيب كما تقدم. وقوله وفي بعض النسخ العصبة عطف على مقدر، كأنه قال هكذا في بعض النسخ، يعني هو أقرب العصبات، وفي نسخ ثانية هو أقرب العصبة، كويس، في نسخ كده في نسخ، كأنه قال هكذا في بعض النسخ. وفي بعض النسخ العصبة وهي أولى وأخسر، لأن إذا كان هو بيبغي مش سميه غاية الاختصار، المتن بتاعه غاية الاختصار، فإذا كان هو بيبغي الاختصار فالإفراد أخسر من الجمع، ما يقول العصبة غير ما يقول العصبات، فتكون أخسر. عشان كده قال لك هو أولى، ومقتضى إن هو بيعمل متن غاية في الاختصار. وفي بعض النسخ العصبة وهي أولى وأخسر، لأنه لا حاجة للجمع، فإن العصبة تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما قاله المطرزي وتبعه النووي، وأنكر ابن الصلاح الذي هو شيخ النووي إطلاقها على الواحد، لأن العصبة جمع عاصب، فكيف تطلق على الواحد؟ ومراد المصنف العصبة بنفسه، لأنهم المذكورون في قوله الابن ثم ابنه إلى آخره. وأما العصبة بغيره فالبنت مع أخيها، في العصبة بالنفس، وفي العصبة بالغير، وفي العصبة مع الغير.
يبقى في عصبة بالنفس زي الابن زي الاب، عصبة بالنفس، وفي العصبة بالغير زي البنت مع اخوها تعصبت باخيها فاخرجت الاخوة. فهمتني ازاي؟ يعني وجود الاخ حرم اخوة الميت من الارث، فهي تعصبت باخيها مش كده؟ فيبقى في العصبة بالغير فالبنت، واما العصبة بغيره فالبنت مع اخيها والاخت مع اخيها، فانه يعصب كل منهما. والعصبة مع الغير زي الاخوات مع البنات، الاخوات يعني واحد مات وترك اختا وبنتا، البنت تورث النصف والاخت تاخد السدس بقية الثلثين كده برضو، فهي اتعصبت مع البنت. والعصبة مع الغير كالأخوات مع البنات أو بنات الابن كما في الرحبية. والرحبية معمولة شعرا كده نظما في فقه المواريث على مذهب الشافعي، بيقول فيها إيه؟ والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، معصبات. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فأقسام العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس زي ايه؟ قلنا الابن وزي الاب، وعصبة بالغير زي الاخت مع اخيها، وعصبة مع الغير زي الاخوات مع البنات. قول واريد بها اي بالعصبة، وقول من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم، هذا معناها شرعا. وأما معناها لغة فقرابة الرجل لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به أي عصبوا به أي أحاطوا به، عصبوا به أي أحاطوا به، ومنه عصائب الرأس لأنها تحيط به. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ألا كل رجل عصبته لأبيه إلا أولاد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوه صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده هنا قرابة الرجل لأبيه لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، ومنه عصائب الرأس لأنها تحيط به. وقيل لأن بعضهم يقوي بعضا فيشد بعضهم بعضا ويمنع عنه من العصب وهو الشد والمنع. وقول حال تعصيبه قيد لابد منه لإدخال الأب والجد كما بينه الشارح فيما بعد. سهم مقدر أي بل يرث التركة كلها إذا انفرد، أو ما فضل بعد الفرد إن كان معه ذو فرد، فإن لم يفضل بعد الفرود شيء سقط الاستغراق، سقط لاستغراق الفرود التركة إلا في المشتركة، اللي المسألة المشتركة في جبالك أو المسألة العمرية اللي هو أفتى فيها سيدنا عمر، ودي مشهورة، وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق. يعني واحدة ماتت تركت زوجا وأما وأخوان لأم وأخ شقيق، نقسم الإرث إزاي؟ الزوج هياخد النصف لأنها مش شايلة بنات، ما لهمش أولاد، لم تنجب، يبقى سايبة زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، مفيش أبناء، يبقى الزوج هنا ياخد النص صح؟ والأم تاخد السدس. طيب والأخوان لأم هياخدوا السلس كده، خلصت الكلمة. ما هو سلس وسدس بقى نص، والزوج واخد النص. طب والأخ الأب يطلع من المولد بلا حمص. فهمت بقى ازاي؟ فراح الاخ الاب ده يشتكي لسيدنا عمر، قال ازاي يبقوا الاخوة لام يورثوا وانا الاخ لاب؟ يعني انا اقوى من الاخوة لام بالعصبة، هب ان ابانا حجرا، هب ان ابانا حمارا، تسموها الحميرية والحجرية، وقعد بقى ايه يشتكي لسيدنا عمر. فسيدنا عمر قال لهم ايه؟
خلي الإخوة الأخ الأب والأخين الأم يشتركوا كلهم في الثلث، فيقسموا الثلث ده على ثلاثة، فأشركوا سيدنا عمر معاه. ليه؟ لأن ده يدلو من جهة وده بيدلو من جهة، ده بيدلو من جهة الأب والتاني يدلو من جهة الأم. فراح أدخل وإيه وأفتى كده سيدنا عمر، والصحابة أجمعوا على هذا، على فتوى سيدنا عمر. كويس؟ اللي هي المسألة المشتركة، سموها المشتركة عشان شرك الإخوة لأب، الأخ لأب مع الإخوة لأم، لأن لو كنا ما أشركناهوش فالتركة استغرقت بأصحاب الفروض، يطلع هو. واضح؟ طبعا. اقرأ الآية: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا الآية دي الإخوة لأم بإجماع الصحابة، هنا اثنين أهم أكثر من واحد يبقى شركاء في الثلث، والأم واخد الثلث، الثلث مع الثلث نص، والزوج واخد النص، خلصت التركة. الأخ الأب طلع ما قبضش حاجة، فهمت؟ قام سيدنا عمر راح مدخله في الثلث مع الإخوة لأم، قال لهم اشتركوا أنتوا في الثلث مع بعضكم. واضح؟ فشركهم. ده بإجماع الصحابة، دي المسألة دي ما فيهاش مذاهب، كل الفقهاء خدوا بيها، سيدنا عمر أفتى بيها وأقروا جميع الصحابة. واضح؟ بس فبقت بالإجماع. وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، أصلها من ستة، للزوج النصف ياخد ثلاثة من ستة، وللأم الثلث تاخد واحد، وللأخوين الأم الثلث اثنان. فقد استغرقت الفروض التركة، لكن لا يسقط الأخ الشقيق هنا، بل يشارك الأخوين للأم في التركة. هنا أخ شقيق مش أخ لأب، خد بالك، أخ شقيق، يعني في أخوان لأم وأخ شقيق. الأخ الشقيق ده برضه لأم بس الأب. فقال له افرض أن أبونا حتى مش موجود، هب أن أبانا حمارا مش موجود، فهو برضه ما هو من الأم، ما هو أخ لأم برضه، انسى أبونا ده، هب أن أبانا حجرا، يعني هب أنه مش موجود خالص، ده أخ لأم برضه. فهمت بقى المسألة؟ لكن في المسألة دي لو الأخ ده لأب هيطلع بره، لو أخ الأب يطلع بره خالص. المسألة هنا الأخ شقيق عشان إيه؟ مشترك مع الأم معاه. يبقى المشتركة زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق، أدي المشتركة. خدت بالك؟ إجماع الصحابة، لأن الآية الثانية اللي في آخر سورة النساء: يسألونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيه، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخ. قالوا الأخ هنا والأخ الأب والأخ الشقيق، واللي في الأول أو اللي في الأول الإخوة لهم. خدت بالك؟ لأن لقوا دي غير دي فميزوها في التفسير، ودخلوها عن النبي على فكرة، إن هنا الإخوة لأم وهناك الإخوة لهم. عشان كده لو تركنا السنة على فكرة وخدنا بالقرآن بس هتلاقي الحكاية متكررة وفي تناقض، فلازم ايه ترجع للسنة عشان تفهم القرآن. فقد استغرقت الفروض التركة، لكن لا يسقط الأخ الشقيق هنا، بل يشارك الأخوين للأم في الثلث لمشاركته لهما في قرابة الأم، واخد بالك؟ فتحتاج إلى تصحيح، لأن الاثنين واحد بقى اثنين على ست، وهنقسمهم على ثلاثة، فالاثنين على ستة ما ينفعش يتقسموا على ثلاثة، فلابد نروح ضربين بقى إيه الستة في ثلاثة تطلع 18، ونقسمها على 18 تمشي زي الطريقة اللي احنا، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة وهي ستة ب 18، الزوج ياخد تسعة من 18،
وللأم 3 من 18 اللي هو السدس، ولكل من الإخوة 2 من 18، وتسمى بالحجرية وباليمية، لأن الأشقاء قالوا لعمر: هب أن أبانا حجر ملقا في اليم. وقوله من المجمع على توريثهم احتراز من ذوي الأرحام، فإنهم اختلفوا في إرثهم، فليسوا عصبة. ذوي الأرحام اللي هم الأقارب من جهة الأم، الخال وابن الخال والحاجات دي والخالة. لما بيقول المجمع على توريثهم احترز من ذوي الأرحام، لأن دول فيهم خلاف، فإنهم اختلفوا في إرثهم فليسوا عصبة، ومقتضى ذلك أن ما يرثونه ليس بالتعصيب، والراجح أنه بالتعصيب، فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال بالتعصيب. افرض واحد مات ومش سايب إلا خاله، طب ما هيورثه برضه، بس لما ينفرد، إنما لو في أي حد تاني مش هياخد، واخد بالك؟ ومقتضى ذلك أن ما يرثونه ليس بالتعصيب، والراجح أنه بالتعصيب، فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال بالتعصيب، ولو أنثى، ولو ترك خالة. قوله: وسبق بيانهم، أي في قوله: والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10، ثم إحنا قلنا 10 واختصارا، وإيه؟ وعملناها إحنا في الـ إيه في الاختصار هنا العشرة، اللي هو إيه؟ الجد والأب والابن وابن الابن والزوج والعم وابن العم والأخ وابن الأخ والمولى المعتق، دول العشرة. من النساء الجدة والأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت والمولى المعتقة، اللي هم الخمسة موجودين إيه في الاختصار، أي في قول: والوارثون من الرجال المجمع على إرثهم 10، ثم عدها بعد ذلك كما مر. وقول: وإنما اعتبر السهم حال التعصيب، أي وإنما قيد السهم المنفي بكونه حال التعصيب، حيث قال فيما تقدم: من من ليس له حال حال تعصيبه سهم مقدر. وقوله: ليدخل الأب والجد، أي ولولا تقييد السهم بكونه حال التعصيب لم يدخل الأب والجد، فهو قيد للإدخال. أصل أحيانا القيد يبقى للإخراج، وأحيانا يكون للإدخال، فلما قيدنا عشان يدخل الأب والجد، لأن هما لما بينفروا بيبقوا لهم فروض، يعني بيرثوا بالفرض وبيرثوا بالتعصيب. ولذلك أوردوا الأب والجد على من لم يقيد بهذا القيد، حيث قال: من ليس له سهم مقدر من الورثة، فإن كل من الأب والجد يصدق عليه أنه له سهم مقدر من الورثة، فيكون ليس له عصبة، مع أنه عصبة لأنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب. يبقى من ليس له سهم مقدر أي حال التعصيب، يعني مقدر يعني سدس، ثمن، ربع، اللي زي أصحاب الفروض دي معروفة مقطوعة، إنما ده ملوش سهم مقدر حال التعصيب. يعني لما بيرث الاب بالتعصيب ما بتقولش بياخد السدس، انت بتقول ياخد الباقي، مش كده برضه؟ فهو ليس له سهم مقدر حال التعصيب، عشان كده ندخل الاب وندخل الجد، لو ما قيدش القيد ده كانوا خرجوا. فهمتني؟ ادي السبب ان هو قيدها عشان يدخل الاب. وهو حال انفراده ليس له سهم مقدر حال التعصيب، وهو حال انفراده عن الابن، وإن كان له سهم مقدر في غير التعصيب وهو حال اجتماعي مع الابن، فإن له معه السدس والباقي للابن. والحاصل أن لكل من الأب والجد حال تعصيب وحال فرض، وفي الحال الأول اللي هو حال التعصيب ليس له سهم مقدر عشان بياخد الباقي، فلذلك دخل في العصبة لأنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب. وفي الحال الثاني ما يبقى من أهل الفروض له سهم مقدر فهو ذو فرض في هذه الحالة، وذو تعصيب في تلك الحالة اللي هي اللي قبلها، فله جهتان. واضح الكلام؟ قوله: فإن لكل منهما، أي من الأب والجد، سهما مقدر، أي وهو السدس، عشان كده قال من ليس له سهم مقدر، علشان يعني أي حالة تعصيب عشان يدخله.
وقوله في غير التعصيب أي في حال إرثه بالفرد وهو حال اجتماعي مع الابن، فلا ينافي أنه ليس له سهم مقدر حال التعصيب وهو حال انفرادي عن الابن كما وضحناه لك. ثم عد المصنف الأقربية في قوله، أي بين الأقربية في قوله المذكور، ولو قال ثم بين المصنف الأقرب فالأقرب في قوله لكان أظهر وكان أوفق بقوله وأقرب العصبات، على أنه لا حاجة إلى هذا الدخول من أصله، لأن قول الابن إلى آخره خبر عن قوله وأقرب العصبات كما لا يخفى. قول الابن، الابن أي لإدلائه إلى الميت بنفسه، يبين عصبة بالنفس، الابن عصبة بالنفس، مع قوة عصوبته بدليل أنه ينقل الأب من التعصيب إلى الفرد وهو السدس، وبدليل أنه يعصب أخته. كل دي قوة الابن أن قد إيه عصبته قوية. أول حاجة، أول سبب أنه يدلي للميت بنفسه، وأنه بينقل الأب من التعصيب إلى السدس الفرد، وبدليل تاني أنه يعصب أخته فتبقى أخته بتتعصب بيه. وبقولنا مع قوة عصوبتي اندفع ما يرد على العلة الأولى التي اقتصر عليها المحشي تبعا للشيخ الخطيب، وهو ما يقال الإدلاء بالنفس موجود في الأب كالابن، فلا تنتج تقديم الابن على الأب. أصل المحشي قال إيه تبعا للخطيب، قال لأنه يدلي بنفسه إلى الأب. قال طب ما دي ما تدلش على قوة عصوبة الابن، لأن برضو الأب بيدلو للجد للابن بنفسه، وفي الحالة دي ما قدمناش الأب في العصبات. يعني العلاقة بين الأب وابنه ما فيش واسطة بينهم، يعني الأب للابن غير ابن الابن، ابن الابن بين واسطة، مش كده برضو؟ فإذا كان الأب بيدلو للابن بنفسه والابن يدلو للأب بنفسه، يبقى العصوبة هنا من حيث العصوبة قوة واحدة. طب ليه قدم الابن؟ فهمتني ازاي؟ قال تعليل المحشي انه يدلي بنفسه، ده مش تعليل واضح لتقديم الابن، لا ده تقديم الابن علشان بينقل الاب من الورث بالتعصيب الى الورث بالفرد، وانه بيعصب اخته كمان. فهمتني؟ الحاجات دي مش متجدهاش في الاب، عشان كده قدم الابن على الاب. فهمت المسألة؟ فلا تنتج تقديم الأب على الابن، فلا بد من هذه الزيادة لئلا يرد ذلك، وإنما قدموا الأب في الصلاة على الميت على الابن. بيجيب لك إمتى يقدموا الأب على الابن؟ قدموا الابن على الأب في المواريث، وقدموا في الصلاة صلاة الجنازة الأب على الابن. واضح؟ يعني مثلا واحد مات وابنه موجود وأبوه موجود، مين يقدم عليه في صلاة الجنازة؟ الأب. في حين في الارث بنقدم الابن. فهمت؟ طب ليه قدموا بقى الاب في الايه في الجنازه؟ وانما قدموا الاب في الصلاه على الميت على الابن، لان المنظور اليه ثم، يعني في حاله الصلاه دي، الولايه، وهي في الاباء انسب، والمنظور اليه هنا قوه التعصيب في هنا، يعني في الارث قوه التعصيب، وهي في الابناء اظهر، لان الابن ما بيبقاش ولي على ابوه، واحنا اللي بيصلي على الميت يبقى في نوع من الولاء او الولايه، ودي انسب لها الابوه. واضح؟ قول ثم ابنه، يعني الابن ثم ابن الابن، ابنه اللي هو الحفيد يعني. ايوه ان سافر ابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا، لانه يقوم مقام ابيه في الارث، فكذا في التعصيب. ولا يخفى ان تقديم الابن على ابنه بالقرب، طبعا الابن يصل للاب بغير واسطه، انما ابن الابن في واسطه. وتقديم كل منهما على الاب من التقديم بالجهه، لان جهه البنوه مقدمه على جهه الابوه في النفقه، والارث اخو النفقه، كما علم مما مر. قول ثم الاب اي لادلاء سائر العصبات به، لانه بقى الاصل اللي بتتفرع منه العصبات. وقول ثم أبوه أبو الأب اللي هو الجد، أي وإن علا فجهة الأبوة مقدمة على جهة الجدودة،
كما علم مما مر. ثم الأخ للأب والأم، ولو عبر بالشقيق لكان أخسر، لكنه عبر بذلك لأنه أوضح للمبتدئ، وكلامه يقتضي أن الجد مقدم على الأخ وليس كذلك. ليه؟ لأن الجد بيشارك الإخوة، إنما الأب يحجب الإخوة. فهمت بقى؟ لأن الجد يشارك الإخوة على التفصيل المعلوم في باب ميراث الجد والإخوة، فكان عليه أن يعبر بالواو بدل ثم. كان حقه يقول إيه؟ ثم الأب، وبعد كده يقول إيه؟ والجد، ثم الجد. كويس؟ بدل ثم، لأن الواو تقتضي التشريك. قول ثم الأخ للأب أي لأن كل منهما يدلي بالأب، لكن الشقيق أقوى من الأخ للأب فتقديمه عليه بالقوة. يعني ده واصل من جهتين، مشدود بحبلين، أقوى من اللي مشدود بحبل واحد، مش كده برضه؟ فمن جهة القوة. وهكذا تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، وتقديم العم الشقيق على العم للأب، وتقديم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، فكل ذلك من التقديم بالقوة. فلذلك قال بعضهم في دخول ذلك تحت قولي وأقرب العصابات نظر، ظاهرها نظر ظاهر، لكن تقدم ما يؤخذ منه الجواب، وهو أنه أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى بعد اتحاد الجهة وتساويهما في الدرجة كما هنا. قول ثم ابن الأخ للأب والأم أي الشقيق، ولو عبر به لكان أخسر زي ما قال هناك، لكنه راعى الأوضح للمبتدي كما مر. وقول ثم ابن الأخ للأب أي لأن كل منهما كأبيه فيقوم مقامه في الإرث والتعصيب، وقول المحشي لأن كل منهما يدلي بنفسه كأبيه غير ظاهر، وإن تبع فيه الشيخ الخطيب وأوله بعضهم بقول المراد لأن كل منهما عصب بنفسه كأبي. قوله ثم العم أي لأنه يدلي بالجد، وقوله على هذا الترتيب أي المتقدم في قول ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب، وقول ثم ابنه أي على ترتيب أبي. وقد فسر الشارح ذلك كل بقول فيقدم العم للأبوين ثم للأبي ثم بنوهما كذلك، أي بنو العم للأبوين لأبوين ثم لأب. وقول ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأبي أشار بذلك إلى أنه أراد العم الحقيقي والمجازي، فيشمل عم الأب وعم الجد وهكذا، خلافا لمن قال إن المصنف ترك ذلك اختصارا. حاجات مش عايزة شرح واضحة. وقول ثم بنوهما كذلك أي ثم بنو عم الأبي من الأبوين ثم من الأبي، وقول وهكذا أي ثم بنو عم الجد لأبوين ثم لأب، وهكذا إلى حيث ينتهي. قوله فإذا عدمت العصبات، وفي بعض النسخ فإذا عدم العصبات والأولى أولى، اللي هي عدمت العصبات، الاتفاق إن ساء التأنيث مع اللفظ لمراعاة إيه تأنيث اللفظي مش الحقيقي. وقوله من النسب إنما قدم النسب على الولاء لقوته عنه، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، حيث شبهه به، والمشبه دون المشبه به غالبا، لازم تقول غالبا على فكرة، يعني مش على طول، قاعدة قابلة للمناقشة. والمشبه دون المشبه به غالبا، دي نقطة مهمة. يعني لما أقول مثلا فلان منير كالشمس، يبقى الشمس أقوى من المشبه، طب المشبه به أقوى من المشبه، واضح؟ القاعدة كده، بس دي غالبا وليس قاعدة مستقرة، ده في الغالب الأعم، بدليل إن ربنا في القرآن قال مثلا إيه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، الذين آمنوا منكم من المسلمين كما استخلف بني إسرائيل. طب بني إسرائيل مستخلفين على أمة محددة وزمن محدد، لكن أمة النبي مستخلفة على كل الأمم
ولطول الزمان فاستخلافها أقوى وشبهها هنا بما هو أدنى منها، فيبقى هنا شبه لمراعاة السبق الزماني لا لمراعاة القوة في الشبه، مراعاة للسبق الزماني فقط. ومنها في التشهد أما نقول اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وسيدنا محمد أفضل من سيدنا إبراهيم، خد بالك إزاي؟ يبقى دي أمثلة تدلك على أن المشبه قد يكون أقوى من المشبه به نادرا، ودي أمثلة منها. علشان في واحد أزهري أيام الإمام الشعراني وحكاها الإمام الشعراني في أحد كتبه، فاكر كتاب إيه للإمام الشعراني من سنين قريته يعني، بيقول إن واحد أزهري معاصر له طلع وقال إن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا محمد. ليه يا عم؟ قال لأن إحنا بنقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، والمشبه به يكون أقوى من المشبه، يعني المشبه به يكون أقوى من المشبه، فيبقى لابد إبراهيم أقوى من محمد يبقى أفضل. فهمتني بقى إزاي؟ فبيقول قامت الدنيا ولم تقعد، وعملوا اجتماع كبير في الأزهر ولموا العلماء كلهم، لأن دي مسألة تخص العقائد، هتهز عقائد المسلمين. من عقيدة المسلمين إن سيدنا محمد هو أفضل الخلق أجمعين، واخد بالك؟ أفضل من جبريل وأفضل من الملائكة وأفضل من كل الأنبياء، فهمتني إزاي؟ فده طلع لهم فقاموا إيه؟ قالوا له إن القاعدة اللي أنت بتقولها دي قاعدة على الغالب وليس على الإيه؟ يعني على الاستمرار، وجابوا له الآيات اللي أنا قلت لك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. أهو ده تشبيه أهو، واستخلاف أمة النبي أقوى من استخلاف أمة سيدنا موسى، واخد بالك إزاي؟ تقول إيه فيها؟ سكت الراجل، عارف إن هو أخطأ. ليه؟ لأنه ما عرفش كلمة غالبا دي، عشان كده بقول لك ضروري تحط غالبا، لأنه هو لما خد القاعدة من غير كلمة غالبا افتكرها مستقرة، فابتدى بعد كده يمشي مخه معاها فودته غرقته، فناخد بالنا. عشان كده بيقول إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الولاء لحمة كلحمة النسب، حيث شبهه به والمشبه دون المشبه به غالبا. ونحط الآيتين دول، الآية دي وصيغة التشهد، عشان تفتكر ان دي استثناءات من القاعدة. وقوله والميت عتيق، أيوة الحال ان الميت عتيق، يعني الميت عتيق بمعنى معتوق، فعيل بمعنى مفعول، عتيق هنا بمعنى معتوق، يعني كان واحد عبد وانا الحمد لله ربنا اكرمني ايه منيت عليه وهو كان عبد عندي يعني، فانا رحت اعتقته، قام الولد ده الحر ده بقى حر اهو، بقى بيني وبينه ولاء، الولد ده جمات بعد ما كبر بقى لانه تزوج وما انجبش، ومراته ماتت قبله، فلما مات ملوش حد يعرفه لانه تملي العبيد دول ملهمش قرايب، انت ما بتبقاش عارف جاي منين، لا ليه عم ولا خال ولا مش معروف، ملوش قرايب، ولو كان ليه قرايب هيبقوا عبيد زيي، فهمتني ازاي؟ وبالتالي جاء ده مات ومش تارك اي حد، مين اللي يورثه؟ انا اللي اورثه بالولاء، سواء انا بقى كان رجل او انا بقى انثى، افرض واحده ست هي اللي اعتقته تورثه برضه، واخد بالك؟ يعني ايه لا يشترط الذكوره والانوثه في الايه؟ في الارث بالولاء، واخد بالك ازاي؟ والميت عتيق، أي والحال أن الميت عتيق، لأنه لو كان حرا فلا معتق له، فلا يورث بالولاء. نعم يورث بالولاء الذي يسري إليه من أبيه. يعني افرض إن أنا أعتقت الجدع اللي قلت لكم عليه ده، وجيت أنا مت قبله، ولادي أنا ورثوني، يورثوا كمان من ضمن الورث بتاعهم الولاء بتاع الولد ده، بحيث لو مات ده وملوش وارث ولادي يورثوه، فهمتني ازاي؟ يسري اليه من ابيه.
قول فالمولى المعتق أي بنفسه أو بواسطة، فيشمل عصبته المعتصبين بأنفسهم كابن المعتق وأبيه وأخيه. برضو أنا مت وما سبتش أبناء، لكن سبت أبويا، أبويا يبقى هو اللي ورث ولاء هذا المعتوق، فإذا مات يورث أبويا. فهمتني إزاي؟ طب ابني موجود وأبويا موجود، ابني يحجب الأب الجد يعني، فهمتني إزاي؟ وهو اللي يورث العتق وهكذا. وأبيه وأخيه وابن أخيه وجده بتقديم الأخ وابن الأخ على الجد في الإرث بالولاء. إحنا هناك في الإرث بنخلي الجد مع الإخوة شركاء يورثوا مع بعض، لكن في الولاء لا، الأخ يحجب الجد. كل بياخد بنسبته، لأنه يعتبر هو ده من ميراث أبيهم فيقول إليهم بتقديم الأخ وابن الأخ على الجد في الإرث بالولاء، بخلاف الإرث بالنسب، وبتقديم العم وابن العم على أبي الجد هنا أيضا بخلاف العصبة بغيره كبنت المعتق مع أخيها، والعصبة مع غيره كأخت المعتق مع بنته. والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وهو يرث فيه الذكور دون الإناث، فيرث العم دون العمة، وابن الأخ دون بنت الأخ الأخ، وابن العم دون بنت العم لضعف النسب مع ضعف الأنوثة. فالولاء أولى بألا ترث فيه الإناث، لأنه أضعف من النسب المتراخي. نعم ترث المولاء المعتقة، لأن الولاء بسبب الإنعام بالعتق وهو موجود من المرأة كالرجل، فاستوي في الإرث به. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، فإن لم يكن للمعتق عصبة فتركت العتيق لمعتق المعتق، لمعتق المعتق، ثم لعصبته، ثم لمعتق معتق المعتق، ثم لعصبته، وهكذا. فإن فقدوا فلمعتق الأب ثم عصبته، ثم معتق الجد ثم عصبته، وهكذا. قول يرثوه بالعصوبة أي التي سببها الولاء، وقول ذكرا كان المعتق أو أنثى تعميم في المعتق، وذلك لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وليس لنا عصبة من النساء إلا المعتقة كما في الرحبية. يعني المعتقة بس هي دي اللي بتبقى عصبة في النساء بس في الإرث بالولاء اللي هو ولاء العتق، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب والعصبة بالولاء فماله لبيت المال، أي إرثا للمسلمين مراعى فيه المصلحة، فلكونه إرثا لا يعطى القاتل منه شيئا، ولكونه مراعا فيه المصلحة يعطى من ولد من ولد من ولد بعده، فليس إرثا محضا ولا مصلحة محضة. وهذا إن انتظم بيت المال، بأن كان الإمام عادلا يعطي كل ذي حق حقه. ومش موجود دلوقتي الإمام العادل، بل مش موجود إمام لا عادل ولا ظالم دلوقتي الأيام دي، بأن كان الإمام عادلا يعطي كل ذي حق حقه، فإن لم ينتظم لم يرث بيت المال، فيرد الباقي بعد الفروض على أهلها غير الزوجين، لأن علة الرد القرابة وهي منتفية فيهما. يعني تملي اللي بيرد ما يردش على الزوج أو الزوجة، زوج زوجة ياخدوا حقهم بس، إنما لما يرد يرد على الأم بس. الأم مثلا هتاخد الثلث والزوجة تاخد إيه الربع، ومالوش ورثة تانيين، يترد الباقي على الأم ما يتردش بقى على الزوج. واخد بالك إزاي؟ لأن القرابة وهي منتفية فيهما إن لم يكون من ذوي الأرحام، وإلا رد عليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية. افرض هنا بيقول لك زوجته هي بنت عم أو بنت خال، بنت خال زوجته بنت خال، فهي زوجته في نفس الوقت عربته من جهة الرحم، وهي الوحيدة اللي هترثه، تقوم تاخد كله، جزء منها بالفرض والجزء الباقي بإيه بالرحم. فهمتني؟ لا، بالعصوبة
العصوبة بالرحم، لأن ما فيش عصوبة من جهة الذكر هنا في المثال ده، لكن لو في عصوبة من جهة الذكر خلاص هياخدوه. عصوبة بس عصوبة مختلف فيها، وما بتورث إلا إذا انفردت، واخد بالك؟ لكن العصوبة من جهة الآباء تحجب العصوبة من جهة الأمهات، يعني ما يظهروش إلا لو انفردوا بس. وذلك كأن تكون الزوجة بنت عم أو بنت خالة. وكيفية الرد؟ أن تجمع الفروض وتعرف نسبة كل منها إلى المجموع، ويرد الباقي على أهلها بتلك النسبة طلبا للعدل فيهم. هيدي لك مثلا مثال، ففي بنت وأم، يعني ترك بنتا وأما، كويس؟ أصلها من ست، البنت تاخد النص والأم السدس، النصف ثلاثة من ست، واحد من ست، اتبقنا سدسين. يبقى بعد فرضيهما سهمان يردان عليهما بالنسبة المذكورة، للبنت ثلاثة ارباعهم يعني واحد ونص، واحد ونصف، وللأم ربعها نصف، وبالتالي نعتبر المسألة كلها الربع والثلاث ارباع، تبقى سهلة كده. يبقى البنت تاخد الثلاث ارباع بدل ما نقول النص وترجع دي السدس ونرجع تاني نعمل ونرد الباقي، يبقى ساعتها في المسألة دي هندي الأم على طول الربع وندي البنت الثلاث ارباع. فلك أن تعتبر مخرج النصف هو اثنان فيضربان في أصل المسألة وهي ستة باثني عشر، وأن تعتبر مخرج الربع وهو الأوفق بالقاعدة التي هي اعتبار المخرج الأدق وهو أربعة، فتضرب في الستة بأربعة وعشرين وترجع بالاختصار إلى أربعة، للبنت ثلاثة وللأم واحد. فإن لم يكن هناك من يرد عليه ورث ذو الأرحام على ما مر، طيب ما فيش حد يرد عليه، خدت بالك؟ يبقى يورث بقى ذي الأرحام هنا، يعني ترك زوجة وما تركش لا بنت ولا أم ولا بتاع، ترك زوجة وخالا، الزوجة تاخد الربع والخال ياخد الباقي ثلاثة أرباع، تمام؟ أدي ذوي الأرحام. ونقف على فصل في عدد الفروض وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بها يوم الاثنين القادم إن شاء الله. مهم تفهم الكلام ده قبل ما في ايه، ما تقرا المختصرات اللي تلاقيها على النت عامل لك جداول جداول جداول. لو انت مش فاهم الكلام ده مش هتعرف تفهم الجدول، فلازم الاول تفهم الحاجات دي بعد كده تقرا في الجدول تلاقيه سهل. لو تقرا جدول وانت مش فاهم التفاصيل دي هتلاقيه صعب، لان في الاخر هتلاقي سهل تعمل جداول، انت نفسك ممكن تخترع جدول كمان لو فهمت المساله. لا مش صعب ولا حاجه، ده قرابة. انت احفظ ثلاث ايات من سورة النساء الاول، حافظهم بتوع المواريث، وشوف من رحمة ربنا انه يدينا المواريث كلها في ثلاث ايات، وصور الارث كتيرة جدا. ده دليل ايه؟ ان امة النبي بتفهم، ودي دليل ان امة النبي دي امة بتفهم. عارف لو بني اسرائيل هيقول لهم واحد زائد واحد يساوي اثنين لحسن يخلوها ثلاثة، هيبقى كانوا كده. انما أمة النبي مش كده، أمة النبي يديهم الإشارة يفهموا بالإشارة، فدي دي كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة على سائر الأمة، إن من ثلاث آيات بس في المواريث عرفوا جميع صور الإرث، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما طبقش في كل الصور على فكرة، ده في صور كتيرة النبي ما طبقهاش وظهرت بعد كده. الصحابة وجم بعد كده التابعين وتابع التابعين عرفوا يستخرجوا حل المسائل، واخد بالك ازاي؟ فده كل ده يدل على ان أمة النبي أمة عالمة وأمة بتفهم، فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.